ما الذي تحملينه يا سلمى؟ لقد سألت اليوم أصدقائي في الصف أي نوع من البوظة يفضلون كي أحضرها لهم غدا للحفلة، ورسمتها جميعا حتى لا أنسى أحدا. انظر، إنها كبيرة جدا، أليس من الصعب أن تأخذيها معك إلى السوق؟ بلى، ولكن ما الحل؟ استعملي جدول الإشارات. وماذا أكتب فيه؟ إن المعلومات التي حصلت عليها تسمى بيانات، ونستطيع أن نضعها في هذا الجدول. فأنت جمعت بيانات عن نوع البوظة، وسنضع إشارات مقابل كل نوع لتعبر عن عددها. كم نوعاً من البوظة مرسوم لديك؟ 3 أنواع، الفانيلا والفراولة والشوكولا. حسناً، لنقم بعد حبات البوظة بنكهة الفانيلا. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، عددها 8. إذا سنضع 8 إشارات مقابل نوع الفانيلا، ولاحظي أن الإشارة الخامسة مميزة، فهي كالأم وتضم كل 4 إشارات معا، فهذا الشكل يعني 5. لقد عددت حبات البوظة بنكهة الفراولة، إنها 12 حبة. إذا سنضع 12 إشارة مقابل نوع الفراولة، 5 و5 و2. وباقي حبات البوظة بنكهة الشوكولا وعددها 7 حبات. إذا سنضع 7 إشارات مقابل نوع الشوكولا، 5 و2. ها هو. إذا سنتحدث عن وحدة جمع البيانات وتمثيلها كما تعرفنا عليها سابقا. هيا نتعرف على المفردات الجديدة التي تعرفناها، البيانات والإشارات. الأهداف التي تعرفنا عليها: أن يتعرف الطالب على طرق جمع البيانات، أن يتعرف الطالب على مفهوم مسح البيانات، أن يحل الطالب أسئلة الدرس. البيانات وهي المعلومات التي نحصل عليها من الأشخاص، ولكنها تحتاج إلى ترتيب وتنظيم حتى يسهل علينا دراستها. لدينا جدول يسمى بجدول الإشارات الذي تحدثنا عنه سابقا، الهواية وهي البيانات الموجودة في الجدول، أما الإشارات هي عدد الطلبة الذين يفضلون هذه الألعاب، الرياضة، المطالعة، الرحلات، هذه ما تسمى بالبيانات. قمنا بتمثيلها في جدول الإشارات وتفريغ الإجابات كما فعلنا سابقا. دعونا نتذكر معنى مسح البيانات. مسح البيانات هي إحدى الطرق في جمع البيانات، تتمثل في توجيه سؤال إلى مجموعة من الأشخاص وتسجيل الإجابات، وهذا ما يسمى بعملية المسح للبيانات. إذن مسح البيانات وهي الطريقة الأولى في جمع البيانات، وهي طرح سؤال والإجابة عليه هي النتيجة. طرح معلم التربية الفنية على طلبة الصف الثالث السؤال الآتي: ما اللون المفضل لديك؟ فحصل على الإجابات الموجودة في الجدول أمامنا، اللون الأحمر واللون الأصفر واللون الأزرق. نأتي للطريقة الثانية وهي طريقة التجربة. كثيرا ما نشاهد حكم مباراة كرة القدم يرمي قطعة نقد إلى الأعلى ليحدد أي الفريقين يبدأ باللعب. إن ما يقوم به حكم المباراة يسمى تجربة، والوجه الذي تستقر عليه قطعة النقد هي نتيجة التجربة. إذن هنا سؤال يعطينا نتيجة التجربة، وهي أداء حكم المباراة لرمي قطعة النقد وهي التجربة، والإجابات التي تنتج تسمى نتيجة.